هل فعلا تم استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أم لا؟ تحية لك وللمشاهدين. المعلومات اللي عم تطلع لحد هلا بتقول انه حصل استهداف لأمين عام حزب الله حسن نصر الله. هاي المعلومات طلعت من جهات إسرائيلية وأيضا طلعت من جهات داخلية داخل حزب الله وداخل وبلبنان، ولكن حتى الآن ما في تأكيدات. من جهة حزب الله عم بيقولوا انه أمين عام حزب الله بخير بمكان آمن، من جهة إسرائيل طلع معلومات متضاربة. البعض أول شيء تم الإعلام من قبل هيئة البث الإسرائيلية هيدي مبكرا بعد العملية أنه فشلت العملية، لاحقا بدأت القناة 12 والقناة 14 واليدعوات أخرونوت بلشوا يقولوا أنه العملية ممكن تكون نجحت، ولكن ما عندنا التأكيدات انه تم قتله. حاليا المعلومات المؤخره اللي عم تظهر باخر نص ساعه عم بتشير بانه الاحتمال الارجح انه تم استهداف امين عام حزب الله حسن نصر الله، ولكن كما قلنا هيك شخصيه وهيك حدا عنده دور مش بس في لبنان، يتخطى دوره لبنان لكل المنطقه، وهو شخصيه مركزيه في الحرس الثوري الايراني، ما ممكن واحد يتعاطى معه بشكل حاسم إلا بعد التأكيدات بشكل قاطع، لأن هيك استهداف هيك شخصية أعتقد بأنها ستؤدي إلى زلزال كبير إن كان داخل حزب الله أو الحرس الثوري أو الدور الإيراني بالمنطقة. نعم سيد مروان، إذن لماذا يتجنب حزب الله الحديث أو التأكيد عن حالة أمينه العام؟ يعني ربما القليلون جدا هن اللي بيعرفوا بتحركات امين عام حزب الله، ولذلك من الطبيعي بانه شخصيه بهيدي الحجم اولا ما بتعرف اللي بيعرفوا بتحركاته وين هن شو مصيرهم. هيدي من جهه، لان عم ينحكى انه الاستهداف صار لمقر العمليات المركزيه بحزب الله، وبالتالي وبزياره كان فيها أمين عام حزب الله لهذه غرفة العمليات، يعني لما يزور فيها غرفة العمليات من المتوقع مثل أي قائد لفريق عسكري أو حزبي أو قائد دولي بيكونوا كل القادة وكل الضباط وكل القيادات الأمنية والعسكرية متواجدين لحظة زيارته لغرفة العمليات، وبالتالي حتى الآن ما في معلومات ظهرت بتقول مين كان موجود، مين ما زال على قيد الحياة، مين استهدف يعني، وبالتالي من الطبيعي أنه يكون في حالة تخبط وحالة ضياع حاليا إلى حين انجلاء الصورة.